سلطات الاحتلال هاجمت البيان الصادر عن الجيش المصري ووصفته بأنه غير مفهوم، لكن في الإعلانات الرسمية امتنعوا عن الإشارة لذلك واكتفوا بالذكر بأن التعاون جاري في التحقيق بالحادث. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة على منصة بالعربي. بيانات متضاربة وتصريحات متناقضة في التفاصيل التي أحاطت الواقعة نادرة الحدوث التي شهدتها الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة يوم السبت الماضي، والتي قتل خلالها 3 جنود إسرائيليين وأصيب 2. فبعد أن أعلن الاحتلال عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة مصرية إسرائيلية تضم مسؤولين من الدفاع والاستخبارات من الكيان المحتل، ومصر ستعمل على إصدار تقرير مشترك حول نتائج التحقيقات يصدر عن كلا الطرفين سيتم الإعلان عنه نهاية الأسبوع الحالي. الاحتلال يركز في بحثه فيما إذا كان منفذ العملية قد تلقى تعاون من آخرين من عدمه، رغم تأكيد القاهرة على عدم تلقي منفذ العملية أي دعم لوجستي من أي جماعة كانت على الإطلاق ومنذ الساعات الأولى للعملية، وأن منفذ العملية ليس لديه أي انتماء أو ميول سياسي أو تنظيمي نهائيا وغير مرتبط بأي جماعة متطرفة. اجتماع أمني عقد أمس ضم مسؤولين أمنيين من مصر والاحتلال، ناقش العمل على تشديد إجراءات المراقبة على الحدود والعمل على تعزيزات أمنية، منها زيادة أبراج المراقبة وتركيب كاميرات جديدة في عدد من الأماكن سيحددها الجانبان، وزيادة أفراد الحراسة وإغلاق معبر الطوارئ بين الجانبين بشكل مؤقت. بيانات متضاربة ومتناقضة صدرت عن القاهرة وتل أبيب طعن بمصداقيتها الطرفان. فالناطق الرسمي باسم الجيش المصري ومن خلال تصريحاته ربط الواقعة بإطلاق نار وقع أثناء مطاردة مهربين للمخدرات كانوا ينشطون بالمنطقة الحدودية التي وقعت فيها الحادثة، وقال في بيان له بأن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، مما أدى لوفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيليين وأصاب 2 آخران. وفي وقت لاحق قال أن أحد عناصر قواته الأمنية لقي مصرعه خلال العملية ضد المهربين، لكنه لم يقل أنه منفذ العملية. المتحدث باسم جيش الاحتلال جاءت تصريحاته متناقضة تماما مع بيان الجيش المصري جملة وتفصيلا، حيث قال: المخرب الذي نفذ الاعتداء على الحدود شرطي مصري، وأن التحقيق بالحادث يجري بتعاون كامل مع الجيش المصري. وقالت إذاعة جيش الاحتلال أن مطلق النار لم يتسلل من فجوة بالسياج الحدودي، بل دخل من معبر الطوارئ، وأن أول جنديان قتلا بالحادث قرب الحدود لم يطلقا النار من أسلحتهم، ويبدو أن منفذ العملية فاجأهما، وأن طائرة مسيرة رصدت منفذ العملية على عمق 1.5 كيلو داخل الحدود وقامت بتحييده. وزير الدفاع الإسرائيلي يافي جالانت قال أنه أجرى تقييما للموقف مع رئيس هيئة الأركان، وأن الجيش يجري التحقيقات اللازمة لكشف الملابسات، وأضاف: جنودنا نفذوا مهامهم، لكن الحادث عند الحدود مع مصر انتهى بنتائج وخيمة. وفي أول تعليق على المستوى السياسي رصد لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في الرسالة التي وجهها لوزراء حكومته، قال فيها أن الحادثة استثنائية، مؤكدا على أنها لن تؤثر على التعاون الأمني مع القاهرة حسب تعبيره. وفي تصريحات لاحقة قال نتنياهو
أن ما وصفها بالحادثة الدامية خطيرة واستثنائية، وسيتم التحقيق بها حتى النهاية. ملابسات العملية بادئ الأمر، وكالعادة امتنع جيش الاحتلال عن تأكيد مقتل جنوده في العملية التي وقعت في ساعات الفجر، ثم عاد وأعلن لاحقا مقتل 2 من جنوده بعد أن أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية الخبر وأكدته. وبعد الظهيرة أعلن أن عدد قتلاه ارتفع إلى 3، وأن أحد ضباطه أصيب بجراح، وأن جنود القتلى هم رجل وامرأة قتلا بنيران حية قرب الحدود، مبينا أنهما كان قد بدأ الحراسة مساء الجمعة في موقع إسرائيلي بصحراء النقب، وتم العثور على جثتيهما صباح السبت، لتبدأ بعدها عملية مطاردة بحثا عن المهاجم الذي تم تحديد موقعه بين الحدودين بعد ساعات عدة في المنطقة ذاتها. وقال بعد الظهر خلال عمليات البحث تعرف خلالها الجنود على المهاجم وقاموا بقتله، موضحا أن جنديا إسرائيليا ثالث قتل خلال تبادل إطلاق النار. كشف جيش الاحتلال عن هوية 2 من القتلى ونشر صورهم. تصريحات متضاربة ومتناقضة تكللت بالغموض، والواقع يتناقض مع كل ما صدر من بيانات وتصريحات عن العملية. المعلومات التي وردت لمنصات أن منفذ الهجوم تسلل عبر معبر الطوارئ الحدودي ونفذ عمليته على مراحل، كانت الأولى عند الساعة 4:30 فجرا، قتل خلالها جنديين هم مجند ومجندة، وتم العثور على جثثهم بعد ساعات من انقطاع الاتصال معهم. وعند وصول دورية عسكرية إلى الموقع أطلق الجندي المصري المنفذ النار على الدورية، مما أدى لإصابة جندي آخر توفي متأثرا بجراحه، وأصيب جنديان آخران. سلطات الاحتلال هاجمت البيان الصادر عن الجيش المصري ووصفته بأنه غير مفهوم، لكن في الإعلانات الرسمية امتنعوا عن الإشارة لذلك واكتفوا بالذكر بأن التعاون جاري في التحقيق بالحادث. أما مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر فقد أوضح أنه على الرغم من الاختلافات في الروايات بين الجيش المصري والجيش الإسرائيلي، إلا أن التحقيق يجري بالتعاون الوثيق والكامل مع الجيشين. من ناحية أخرى يرسخ الاحتلال التصور بأن الحادثة استثنائية ولن تؤثر على العلاقات والتعاون المستمر بين الأطراف. الواضح أن هناك اختلافات جوهرية في الروايتين المصرية والإسرائيلية، ففي تل أبيب يصفون الحادث بأنه إرهابي، بينما يصر المصريين أن الجندي منفذ العملية خرج لمطاردة مشبوهين بتهريب المخدرات. كذلك تمسك المصريين بأن الجندي المصري استشهد خلال الاشتباكات ولم يطلقوا عليه صفة شهيد، رغم تأكيدهم بأنه كان يطارد مهربين للمخدرات، بينما يؤكد جيش الاحتلال أن المنفذ تمت تصفيته بعد إطلاق طائرة مسيرة للبحث عنه قامت بتحديد موقعه على مسافة 1.5 كيلو بين الحدودين وتصفيته. وفي رواية أخرى أن المنفذ استشهد خلال الاشتباك الثاني مع الدورية التي كانت تبحث عن الجنود الإسرائيليين القتلى. وفي كل الروايات لم تتم الإشارة بالعثور على مهربين المخدرات أو أي أدلة على وجودهم. الرواية الأصدق تنبأ بها الشارع العربي وحده وحللها، وبدأ ذلك جليا من خلال نشر صور الجندي المصري منفذ العملية على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والتغني بالمنفذ الذي ظهرت فيديوهات له وهو يغني للشهداء والكرامة. كنت معكم محمد أبو أعمر من منصة بالعربي.